السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده موقع فيه مزايا كتيرة جدا من مزايا الذكاء الاصطناعي، أو فيه استخدامات كتيرة من استخدامات الذكاء الاصطناعي، يعني بيتعامل مع الصور، بيتعامل مع التكست، بيتعامل مع الصوت، فهتلاقي فيه خدمات كتيرة جدا وفي مكان واحد وفي موقع واحد. يعني لو أنت حبيت النسخة اللي هي بفلوس هتوفر عليك إن أنت تشترك في مواقع كتيرة. تمام، تعال نشوف البرايسينج أو السعر. تمام، $10 في الشهر هيديك شات جي بي تي، وهيديك صور، وهيديك دقايق تحولها ل هنشوف الفكرة ان انت ممكن تكتب تكست ويعمل لك صوت زي الصوت بالظبط، هيديك حاجات خاصة بالصور، فويس اوفر، وحاجات كتير جدا. طيب خلينا نقول له هوم، هتلاقي ان في حاجات خاصة بالشات بوت، في حاجات خاصة بالمحتوى، بالصور، بالفويس اوفر. طيب خلينا نقول له ساين ان. فهتلاقي الخدمات موجودة اهي، ده الداشبورد بتاعك وده الرصيد بتاعك. لو خلص هتضطر ان انت ممكن تدخل بميل جديد او ان انت تبدأ تشترك معاهم. هتلاقي عندك هنا AI رايتر بيفيد لك بقى ان انت ممكن تقول له انا عايز استخدم تايتل، عايز اعمل هيدلاين، عايز تكتب لي بوست مثلا. طيب بعد فترة هتلاقي العربي، وحتى الآن العربي مش موجود زي ما انت شايف. في حاجات برو اللي يعني لازم تدفع تشترك بفلوس، وفي حاجات كتيرة جدا مجانية. فخلينا مثلا نشوف ايه، مثلا rewrite with keywords او business idea، ايه اللي انت بتفكر فيه وعايزه بأني لغة. انا هختار العربي ليه، على اساس لو انا عملت بالانجليزي هتلاقي انك بتسال هل هو بيتيح العربي ولا لا. فخلينا نقول له مثلا اريد دراسه مشروع في الخليج براس مال صغير. كل ما هتديله تفاصيل، يعني ممكن تقول له انا بشتغل مثلا جرافيكس، انا بفهم كذا، كل ما يديك حاجات ادق. تمام، هقول له الفور او، واقول له عايز كام نتيجة، ومتوقع يكون الكلام قد ايه. بيقول لك ممكن تعمل تأجير لدرجات كهربائية، ممكن وهكذا، موقع متنقل، دي فكرة حلوة، توصيل المنتجات المحلية زي الخضار والفواكه والمنتجات الحرفية من المزارعين والحرفيين المحليين الى المستهلكين. فجاب لي فكرة وده بالعربي اهوت. تمام، ممكن يساعدك في كتابة مقالة، وليكن مثلا تاريخ مصر، ممكن تقول له اعمل لي الكوردس، او تقول له انا عايزك انت تكتب لي بقى كل حاجه، او بيقول لك الاهرامات، النيل، الحاجات دي كلها. طب احنا عايزين ايه؟ كلمه فرعونيه دي غلط. تمام، هي مصريه قديمه. تمام، الاوتلاين ليست، اعمل لنا الاوتلاين، كتب لنا، تبدا بقى تشوف اكتر حاجه انت عايزها. وبعد كده هنطلب منه الصور، أهمية الأهرامات، تصميم الأهرامات. ماشي، هيبدأ بقى يعمل لي الصور. ممكن تكتب له وصف، يعني كل ما هتكتب له حاجة هيجيب لك نتيجة أدق. طبعا جودة الصورة هنا عالية جدا، تقدر تزودها لو انت حابب، وتقدر انا قلت له عايزها على شكل مربع، ممكن تغير الحاجة اللي انت عايزها. طيب كده احنا بقى معانا الصورة مثلا اهيت، يبدأ بقى يظبط لك المقالة. طبعا انت ممكن تديله يكتب لك مسافة اطول، لسه بيكتب حتى خلص. تمام، يعني ممكن تقول له انا عايزك بقى تكتب مقاله، وعايز البلوك تايتل ايه، والسكشن، وهو الحاجات دي كلها لحد ما يعمل لك المقاله كامله. طيب انا عايز اجرب الفويس اوفر، لان جربته ولقيت فيه حاجه رهيبه يعني، بس الاول هنسخ صوت. هنا هديله كتابه ويبدا ان هو يحول الكتابه دي لصوت، اختار انا الصوت اللي انا عايزه. طيب خليني اقول له فويس كلوينج، وعايزين نبدأ ان احنا هنا بفلوس اهو.
تمام، بيقول لي دي الميزه دي لازم تدفع فيها فلوس. جربتها في موقع تاني، الجوده عاليه جدا، ان هو سنس صوتي فعلا، وبقيت اتكلم معاه، بقيت اتكلم مع نفسي ويرد عليا بصوتي، فكانت تجربه رهيبه لدرجه ان انا نبهت اولادي وقلت لهم اسمعوا الصوت دوت، فده صوتك، بس طبعا بينطق انجليزي بشكل قوي. طيب خلينا مثلا نقول له عربي، وتبدا بقى تكتب له كل اللي انت عايزه. انا بكتب اهو باللغة المصرية، تمام. ممكن تكتب اي لغة وتقول له عايز ترجم الحاجة ديت، تقدر تتحكم في الفوليوم وفي الصوت وكل حاجة. صباح علو الهمة، هتيجي شغلي امتى؟ طيب احنا اخترنا صوت عبد الرحمن، ممكن تختار اي صوت انت عايزه. طبعا الموضوع خطر جدا، يعني حد يستنسخ صوتك يقدر ان هو يقلد صوتك. ممكن تديله مثلا صوت مثلا مصطفى محمود. صباح علو الهمات، هتيجي الشغل امتى؟ تقدر تشكل، تقدر تحط في موقع بتشكل لك اسمه شكل لي وصحح لي، بيصحح لك الكتابة، تمام. ممكن تديله صوت وهو يكتبه، ودي هتبقى ميزة لو حد مطلوب منه يكتب حاجة وهو مكسل، فممكن ايه يديله صوته ويبدأ ان هو يعمل الكتابة. في AI شات زي شات جي بي تي تقدر تتناقش معاه، تمام. انا ملاحظ ان الاغلبية بفلوس، تمام. ممكن مثلا تختار شخصية معينة كده تبدأ ان انت تعمل مع شات. معرفش مين دوت، سؤال افتراضي. انا موجود في الدوحة قطر، نشوف هيقترح علينا اقتراحات حلوة ولا. كورنيش طبعا، سويف طبعا كتير، متحف الفن الاسلامي روحته كتير. طيب انا رايح الفن الحديث دلوقتي. زي ما انت شايف في كذا كذا حاجة، يعني كأنك رحت كذا موقع. بيقول لي حط لي الصورة وانا هبدأ ان انا احلل لك الصورة. طيب AI Vision، طيب خلينا نحط له كده صورة ونشوفه هيحللها ازاي. خلينا نختار صورة زي كده. حلل الصورة. انا كتبت حلل ولا خلي؟ لا حلل. هنشوف يعرف الصفة ازاي. طبعا هو بيتدرب على الصورة دي، يعني جودته بتزيد كل ما بتديله صور. بيقولك تصميم معماري لفيلا حديثة، عارف النوع بتاعها، واجهة زجاج كبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي بكثرة، الهيكل نفسه يحتوي على عدة مستويات، ويظهر به شرفات واسعة، صحيح، وسقف تصميم مايل، معتقدش ان هو مايل، مش واخد بالي. البيئة المحيطة تضم نباتات وأشجار، معكس تناغم العمارة مع الطبيعة، وجزء المبنى يبدو أنه يمتد فوق الأرض. تمام، جميل، ما شاء الله. تمام، AI فايل ترفع له ملف ويبدأ إن أنت تناقشه فيه، يعني ملف وورد، PDF، CSV، تمام، أي ملف من الملفات ديت يبدأ إن هو يناقشك فيه. طيب خلينا نعمل له أبلود دوكيومنتس. ممكن نختار مثلا sustainability. ماشي، انا ما اعرفش الملف ده بيتكلم عن ايه، ما محتوى الملف. كأنك بقى جبت سكرتير وقعد ان هو بيقول استنى لما يرفع الملف، ويقعد يقرأ الكتاب وبعد كده يجاوب على الأسئلة بتاعتك. اديت ملف كبير ولا ايه؟